على بركة الله. بسم الله دائما وأبدا، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي، وبرنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 18 شوط. هذا هو أول أشواطنا الصباحية، وهذا هو الشوط الأول الرئيسي، محط أنظار المتابعين، محط أنظار المهتمين، محط أنظار المراقبين. شوط له ميزة خاصة، له أهمية خاصة لهذا الشوط، وزنه بين الأشواط، ما بين الأشواط، لهذه الهجنة الحاضرة اليوم، المتواجدة اليوم، الصاعدة اليوم، الطامحة الواعدة في هذا الشوط. يتأملون ملاكها اختطاف هذا الشوط ونقطته الرئيسية في هذا اليوم السبت 15 من شهر فبراير لعام 2020، ومسافات هذا اليوم هي 6 كيلومترات. نتجه مشاهدينا إلى مقدمة الشوط، نتجه إلى بغداد مع سالم بن صقر بن سالم بن راشد المريخي مع المقدمة، مع صدارة الشوط. بغداد ترقص على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، بغداد الحضارة، بغداد الخلافة. هذه على المركز الأول على صدارة الشوط مع المقدمة مع المريخي، بينما دور المركز الثاني تتقدم نصيبة لناصر بن مبارك بن ناصر بن حباب الهاجري. حصل دخول على نصيبة وتسلل من تكريم، تعود ملكية تكريم لعلي بن حمد بن علي العطية. خطفت المركز الثاني وفي طريقها إلى المقدمة، بينما دور المركز الثالث اللي تتسلل من الجانب الآخر ورقمها محجوب من خلال انطلاق التكريم اللي على المركز الثالث ما تعرفنا عليها. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم على المركز الرابع تتقدم نصيبة ناصر بن مبارك بن ناصر بن حباب الهاجري. وعلى المركز الخامس الانطلاق من أمواج لسالم بن حمد بن سالم آل سعد النابت مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. نبغي نتعرف على المركز الثالث اللي رقمها محجوب، ما دعناها، تستاهل الإذاعة، تستحق الإذاعة، أم شعار عنابي وأيضا أسهم بيض اللي على المركز الثالث. هذه البكرة المندفعة والمنطلقة يا مخرجنا، حاول تجيب لنا رقم 21 شوده لبريك بن طالب بن هادي بن هليل. هذه أدعناها في هذه اللحظات، شوده تستحق النداء وتستحق الإذاعة والإشادة. بكرة بن هليل اللي على المركز الثالث اسمها شوده، بريك بن طالب بن هادي بن هليل الغفراني مع المركز الثالث في هذه اللحظات. العودة إلى بغداد، بغداد على المركز الأول لسالم بن صقر بن سالم المريخي. يقدم بغداد على المركز الأول على صدارة الشوط. يلا يا المريخي، شوط رئيسي، شوط الجداع الأول يا راعي بغداد. حافظ يا أخوك على هذا الموقع المستهدف، على هذا المركز المستهدف من قبل كل الملاك، كل المضمرين يطمحون الاختطاف وانتزاع موقع بغداد اللي ما زالت محافظة مع المريخي، مع شعار المريخي المميز، هذا الشعار الجذاب، هذا الشعار الممتاز. الله يا سلام، هناك عبارة يعني العتب على النظر على شعار بغداد، ما استطعت قراءتها، ولكن هناك شيء رمز على ظهر بغداد وعلى شعارها المميز، على شعارها المميز، حروف باللغة الإنجليزية لم أتمكن من قراءتها. ونشوف هذا الشعار اللي تقله بغداد اللي تنطلق على المركز الأول، هناك ماركة على شعار بغداد. الله يا سلام يا سلام، يقولون الشباب روما مكتوب. عموما هذه اللي على المركز الأول بغداد تنطلق بشعارها المميز، بأدائها الممتاز مع المريخي. سالم بن صقر بن سالم المريخي يقدم بغداد بهذا الشعار المميز، بينما الخوف يا راعي بغداد دير بالك من قبل تكريم علي بن حمد بن علي العطية، يقدم تكريم على صعيد المركز الثاني، بينما الشودة تتقدم على المركز الثالث لبريك بن طالب بن هادي بن هليل. خطف المركز الثالث
أمواج تتقدم على حساب الجميع، خطفت الثالث وانتقلت إلى الثاني. سالم بن حمد بن سالم آل سعد النابت من المركز الرابع انتقلت إلى الثاني إلى الأول، بينما المركز الخامس ما زالت نصيبة لناصر بن مبارك بن ناصر بن حباب مع نصيبة على المركز الخامس. العودة إلى شعار بن سعد إلى المركز الأول، أمواج سالم بن حمد بن سالم آل سعد النابت مع أمواج مع صدارة الشوط تنطلق بهذا الشعار أيضا المميز، شعار بن سعد، شعار يصول ويجول دائما في الأشواط الأولى الرئيسية. ولكن بغداد قامت رأس وعادت مرة أخرى إلى الصدارة لتعيد حقوقها المنهوبة لمن ناموس الشوط. هل سيذهب إلى بغداد؟ هل سيذهب إلى أمواج من اجتاحت المركز الأول واجتاحت صدارة الشوط في هذه اللحظات؟ كيلو وين يا مضمرين؟ كيلو وين عن خط النهاية، عن بطلة هذا الشوط، عن معرفة ناموس هذا الشوط؟ بينما المركز الثالث تكريم تبحث عن التكريم مع المركز الثالث لعلي بن حمد بن علي العطية، بينما المركز الرابع تصل نصيبة وهذا الاسم التاريخي الجبار، هذا الاسم التاريخي القديم الجديد، نصيبة يرعى نصيبة مع المركز الرابع. تعود ملكية نصيبة لناصر بن مبارك بن ناصر بن حباب المركز الخامس. أول نداء تعود تصل شواهين لمحمد بن سعيد بن خويطر العمري ضيفة عزيزة عانية من سلطنة عمان الشقيقة، بينما المركز الخامس أيضا يخطف من قناعة مسفر بن علي بن عبيد السناري. يصل السناري مع قناعة التي لا تقتنع إلا بالمركز الأول، لا ترضى إلا بالمركز الأول. وصلكم صايد الرموز، يصل صايد الرموز مع دوشة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، تصل على المركز الخامس. وأيضا أرى هنا هجوم الشعار بالعرج، أراه بالعين المجردة من خلال الشعار ورأسها عليه الشامي، رأسها أيضا عليه علامة الجودة، عليه الزعفران. يصل شعار بالعرج مع المركز الخامس أيضا مع الجذابة لسعيد بن راشد بن صالح الجربوعي. ولكني أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى أمواج. الكيلو متر الأخير يا مضمرين لمن ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي. ما زالت أمواج مع بن سعد يا وجه السعد حافظ على هذا الشوط الأول الرئيسي. ولكن قناعة السناري تنطلق العصاقوس. دوشة يا أبو منصور، دوشة يرعى العوينة، دوشة يتصل أيضا وتتقدم في هذه اللحظات أحد الخطيرات القادمات. على المركز الثالث تنطلق الذيبة، عبد الله بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ. الذيبة تنتزع الشوط الأول الرئيسي، تخترق حاجز الصوت الذيبة مع بن حفيظ. الشنجل يصل، المهيب يصل، رسا ناب خيت بن ناصر بن محمد الشنجل مع رسا والذيبة المهيب وبن حفيظ. اللحظات الحاسمة، رسا الذيبة دوشة قناعة ياهو شوط. ولكن رسا الشنجل الطامح دائما للأشواط الرئيسية، راعي الرموز، من يختطف الرموز. هذا الشعار المهيب هذا الشعار المميز مع محمد بن ناصر الشنجل، مالك هذا الشعار، داعم هذا الشعار، لا يرضى إلا باختطاف الأشواط الرئيسية. تهانينا والناموس لبخيت بن ناصر بن محمد الشنجل. المركز الثاني وصلت دوشة لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. المركز الثالث الذيبة عبد الله بن ناصر بن حفيظ الحفيظ. المركز الرابع قناعة لمسفر بن علي بن عبيد السناري. المركز الخامس شتان صالح بن حمد بن صالح بوشريدة. إذن هذه رسا تصل منتزعة هذا الشوط الأول الرئيسي. فاجأتنا رسا في الأمتار الأخيرة، 9 دقائق 14 ثانية
42 جزء من الثانية، تهاني وناموس لبخيت بن ناصر بن محمد الشنجل، وتهانينا للمهيب محمد بن ناصر الشنجل. المركز الثاني، وصلت في المركز الثاني دوشة، قطعت المسافة في 9 دقائق 15 ثانية 40 جزء من الثانية، تهاني والناموس لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين، والتهاني أيضا لغانم بن منصور السيف الخيارين. المركز الثالث الذيبة، قطعت المسافة في 9 دقائق 16 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لمالك الذيبة عبد الله بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ، وتهانينا والناموس لجميع